الموجود بحق وكل من عليها فان، خضع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان، ودنا له كل شيء والنجم والشجر يسجدان. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد إلى الإنس والجن البلسم لكل يتيم فقد الحنان، وانحاني على كل مسكين فقد الوالدان، سل عن محمد الزمان فلقد فتح له الزمان، وسله ماذا يكون وما قد كان فقد رأى ما كان، واسأله عن المسك والعطر والريحان، وسل عن محمد جبريل لما توقف وقال تقدم يا سيد الأكوان، فنداه الرحيم الرحمن دس بساطنا يا محمد فأنت في حضرة الواحد الديان. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم في مصيبة كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة. ويقول صلوات ربي وتسليماته عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. جئنا في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة لكي نكرم الأخت الراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين. الله أسأل أن يشفع فيها مرضها، وأن يشفع فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا القرآن الكريم الذي نستمع إليه نورا يتساقط عليها في قبرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حرم الحاج جمال السيد يونس ووالدة المستشار السيد جمال السيد يونس والأستاذ محمد جمال السيد يونس وشقيقة الحاج رمضان طايع سلام والكابتن إبراهيم طايع سلام والحاج محمد فؤاد مسلم. وسيد المستشار السيد جمال يتقدم لكل من حضر من نقابة محامين الشرقية، وعلى رأسهم المستشار علاء عبد المطلب محمد والمستشار وليد صابر الهنداوي وجميع عائلات يونس بالبوصة وآل حسان بعزبة مسيحة، يشكرون كل من واساهم وأتوا إليهم وقدموا لهم واجب العزاء. ومعنا نجم نجوم قراء شباب محافظة الشرقية القارئ الذي تربى على مائدة القرآن الكريم نبت بيت أهل القرآن الكريم، ألا وهو فضيلة القارئ اللامع مزمار من مزامير داود عليه السلام، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله. الله أسأل له التوفيق ولي ولحضرتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تغني عنهم
يا رب يا رب. صلى على سيدنا النبي. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم Yeah.
عزك
والله يؤيد بنصره من يشاء Thank you.
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة يا رب يا رب يتجلى عليك والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أأنبئكم بخير من
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا إننا
الصادقين الصابرين Oh,
شهد الله أنه لا إله إلا هو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ
حياة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء شباب محافظة الشرقية وعلم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله تكريما للأخت الراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين حرم الحاجس جمال السيد يونس ووالدة المستشار السيد جمال السيد يونس والأستاذ محمد جمال وشقيقة الحاج رمضان طايع سلامة والكابتن إبراهيم طايع سلام والحاج محمد فؤاد مسلم يونس كما يتقدم المستشار السيد جمال يونس بالشكر لكل من قدم له واجب العزاء من نقابة محامين الشرقية وعلى رأسهم المستشار علاء عبد المطلب محمد والمستشار والد وليد صابر الهداوي جميع إياد يونس بن موسى وآل حسان بعزب المسيحة يشكرون كل من وساهم وأتوا إليهم وقدموا لهم واجب العزاء. أما الشركة الهندسية العالمية الكبرى التي نقلت لكم هذه الليلة القرآنية المباركة عبر أثير موجات السماوات العلى وإذاعة القرآن الكريم إدارة محي عطية محمود شبار القلة بالاشتراك مع الفراشة الذهبية الكبرى وقصر الضيافة المتنقل والإمارة الحديثة والخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة المعلم الكبير عبد العزيز محمود المقيم بعزبة البوصة ديار بلد وحضر معنا نجم التصوير العالمي والمخرج بالقناة الرابعة والمعروفة على مستوى جمهورية مصر العربية المهندس العالمي الكبير أحمد الجعفري المقيم بضبيط بمحافظة التقهلية الذي سيرفع لنا هذه الليلة القرآنية المباركة. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.